وانا بقرا الخبر ده قلت للمهندس عادل، هو في ايه؟ هو هل في عين بهذا الشكل؟ يعني هل العين، عين الحسود اللي مركزه قوي مع لعيبه النادي الاهلي ما بتعتقش حتى الاولاد الصغيرين لهذا الحد؟ يعني مجرد ما الناس اتكلمت على هذا الناشئ شادي صبري، صبري لا شادي رضوان، شادي رضوان، بمجرد ما بقت تحت الاسبوت شويه والناس بتتكلم عليه، الراجل اصيب اصابه غريبه جدا، والدكتور اسامه مصطفى رئيس جهاز الطبي في قطاع الناشئين اكد ان الاصابه اللي تعرض لها شادي رضوان وهو لاعب فريق 2001 هتحتاج شهر ونص كمان، لان هي احتاجت للتدخل الجراحي نتيجه لوجود تجمع دموي على الرئه والقفص الصدري مع تركيب انبوبه اسفل الصدر لبذل الارتشاح الدموي تدريجيا، على ان يتم نزع هذه الانبوبه في خلال اسبوع او 10 ايام. وقال الدكتور اسامه مصطفى انه اصابه شادي لن تؤثر عليه مستقبلا لانه اصبح في حاله جيده والحمد لله، وبعد شهر ونص هيرجع يتدرب بشكل طبيعي باذن الله. هو الاصابه مؤكد انها كانت كدمه شديده جدا ادت الى اولا شرخ في طرقوه، ولكن تجاوزت الامر الى شيء داخلي. ايوه. وده يعني اصابه طبعا بسيطه لكن خطر. لا قدر الله لو عملت نزيف داخلي كان بقى فيه مشكله. لكن الحمد لله انها اتلحت واتعرفت. وهي اصابه مالهاش دعوه بالكوره، يعني ما تؤثرش على مش في العظمه، مش في الركبه، مش في العضل. يتعافى وتاخد الشر وتروح. ابننا شادي ده شخصيه جميله وان ناس طيبين وشاب متواضع. وأسرته موهوب. وأسرته يعني كابتن فضل راح زارهم وأنا كنت نفسي أبقى معاه، بس عارف ظروف الوعكة الصحية اللي أنا كنت فيها. الحمد لله على السلامة. وأنا أقول لهم تحيات الكابتن محمود الخطيب وتحيات الناس كلها، وطمني شخصيا النهاردة على حالته الصحية، وبإذن الله يرجع معافى ما فيش مشكلة في كلاعب كرة بإذن الله. ده بمجرد ما الناس بصت عليه بقى اللعب ضده بخشونه او في اهتمام من المنافسين؟ طبعا، زائد ان هو عايز يثبت وجوده، زائد ان طبعا بقى في اهتمام في اللعب نجم معاه. نجم بقى، مش هيستنى ما يعني ترقص تمارس مهاراتك عليا يعني. وده بيتطلب ان احنا، هو ده الفير بلاي. فير بلاي ما تطلعليش الكره لما اقع، فير بلاي اصلا ما تاذينيش. اصلا ما تاذينيش. فارجو ان الحكام يحموا اللعيبه اكتر من كده.